جيش حسن مجدي لجودوين، ترتدي ليسري وحيد، خدها بالحاج، محاولة تقدم إلى جابرييل، رجعت مرة تانية في وسط الملعب، جابرييل إلى أرنود، تقدم أرنود، تقدم أرنود، محاولة خطيرة، جول، هدف أول لفريق الجونة مع الدقيقة 43، الملجاشي يسجل ويتقدم لفريق الجونة، أرنود راندريان نتنيانا الملجاشي يسجل ويتقدم ويعطي الإذن لقدم لتتحدث ولتبوح بسر جميل من أسرار السحارة المستديرة بعد اختراق ودخول من بين ثلاث لاعبين واقتحام لمنطقة الجزاء، اقتحام ودخول واختراق مشروع تهديفي رائع عن طريق اللاعب أرنود اللي أعطى الإذن لقدم اليمنى بالتصدي. عبد العبادي طلعت إلى رمية التماس، جونا متمسك، هدف واحد لا يكفي، فارق الهدف يمكن تعويضه. يا كاماتشو يا كاماتشو، راسية في الشباك من عرضية ترجمها محمد فتح الله كاماتشو على يسار أحمد مسعود، ها هو فريق طلاع الجيش إلى المباراة يعود، يعود في اللحظات الأخيرة براسية محمد فتح الله كاماتشو، ارتقاء توجيه رائع ومثالي لضربة راسية نموذجية على يسار حارس مرمى فريق الجونة، في الشباك تغرد وتجدو بهدف التعادل المستحق لفريق طلع الجيش، في الشباك تحتضن الكرة، الكرة التي زارت الشباك.